تصريحات أمريكية مثيرة للجدل تطرح علامات استفهام كثيرة عن دلالاتها، تعيد أزمة سد النهضة إلى الواجهة وتصعد من التوتر بين الدول الثلاث المعنية بالملف وهي إثيوبيا ومصر والسودان. فبعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن مصر قد ينتهي بها الأمر إلى تفجير السد، نددت أديس أبابا بتصريحات ترامب التي اتهمها فيها بانتهاك اتفاق بشأن سد النهضة توصلت إليه الأطراف الثلاثة بعد تواصله شخصيا. النهضة سد إثيوبيا، والإثيوبيون سيكملون هذا العمل لا محالة، ولا توجد قوة يمكنها أن تمنعنا من تحقيق أهدافنا التي خططنا لها. بهذه العبارات ردت أديس أبابا على واشنطن في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، مستنكرا ما وصفها بالتهديدات غير القانونية والإساءات لسيادة بلاده. أبعد من ذلك، الخارجية الإثيوبية استدعت السفير الأمريكي في أديس أبابا لطلب إيضاحات بشأن ما وصفته بالتحريض على الحرب بين إثيوبيا ومصر، في حين طلب الاتحاد الأوروبي بخفض التوترات. الرئيس الأمريكي كان قد طلب الشهر الماضي من وزارة الخارجية تعليق مساعدات بملايين الدولارات لإثيوبيا بسبب خلاف على السد، وهو ما أغضب الإثيوبيين الذين اتهموا الولايات المتحدة بالانحياز خلال مساعيها السابقة للتوسط في اتفاق بشأن المشروع بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، وهو ما دفع هذه الأخيرة إلى الانسحاب من تلك المفاوضات التي بدأت عام 2011 بين الدول الثلاثة في محاولة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. يقول محللون إن تصريحات ترامب عن سد النهضة تمثل في مجملها إدانة قوية جدا وبلهجة غير مسبوقة للموقف الإثيوبي، مشيرين إلى أنه يمكن القول إنها تمثل تهديدا لإثيوبيا بأن الاستمرار في نهجها الحالي ستكون له عواقب وخيمة. والسؤال الآن، هل ترفع تصريحات ترامب الحرج عن مصر وتفتح أمامها أفاقا واسعة تمثل بداية لمرحلة جديدة بشأن أزمة سد النهضة يكون عنوانها الحسم سلما أو حربا قبل منتصف العام المقبل؟